جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. شكوى صادرة ممن؟ من النار. من المشكى إليه؟ هو الله. ترى من هو المشتكي ومن هو المشتكى منه؟ تأمل عبارات هذا الحديث: اشتكت النار إلى ربها قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا فنفسني. إذن النار تشكو نفسها من نفسها، رحمك ربي. النار بذاتها، النار العظيمة، تشكو نفسها من نفسها، فأذن لها بنفسين: نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها.